فمع هذه الأجواء الماطرة أذكر ببعض المعاني، ومن أبرز هذه المعاني أن ما ينزله الله عز وجل على العبد، ما ينزله الله عز وجل على العباد من هذا الغيث والمطر، أنه من آيات الله تعالى العظيمة الدالة على قدرته. فبين الله سبحانه أن إنزال هذا المطر أنه من آياته العظيمة الدالة على قدرته وعلى عظمته جل وعلا. فتأملوا أيها الإخوة كيف أن هذا المطر، كيف أن الله عز وجل أرسل الرياح فتثير السحاب، فيبسط الله تعالى السحاب في السماء كيف يشاء، ويجعله كسفاً قطعاً متراكمة بعضها فوق بعض، وينزل من السماء من جبال فيها من برد، وذلك أن في هذه السحب تتراكم حتى يكون بعضها كالجبال ويكون فيها البرد. ويصيب الله عز وجل بهذا المطر برحمته من شاء من عباده، ويصيب به عذاباً من شاء من عباده، فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. وأما مطر الرحمة والخير فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، فيظهر أثر المطر على نفوس الناس فيفرحون ويستبشرون بنزول الأمطار. ينبغي أن يتبع ذلك تفكر في عظمة الله عز وجل. هل يستطيع أحد من البشر أن يفعل مثل هذا؟ هل يستطيع أحد من المخلوقات أن يفعل مثل هذا؟ فتأملوا أيها الإخوة عظيم قدرة الله عز وجل.